أهلا بكم الهاجادة من مصادر قصص الأحاديث إسماعيل. كتب مرشد إلى الإلحاد عنوان هاجر والطفل إسماعيل وقصة بئر فاران بسيناء زمزم بمكة في أسطورة محمد. وردت تفاصيل هاجادية في قصص محمد لقصة هاجر وإسماعيل لما طردهما حسب الأسطورة اليهودية إبراهيم بأمر سارة زوجه. فمن تلك التفاصيل قصة بجاس بئر الماء وقصة جمع هاجر للماء خشية أن ينفذ. فالذي في التوراة اقتبس ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح، فقالت لإبراهيم أطرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه، فقال الله لإبراهيم لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك، في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. فبكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاها لهاجرة واضعا إياهما على كتفها والولدة، وصرفها فمضت وتاهت في برية بئر سبع. ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس، لأنها قالت لا أنظر موت الولد. فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت، فسمع الله صوت الغلام ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها ما لك يا هاجر لا تخافي، لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو، قومي احملي الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة. وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء، فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام، وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية، وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فاران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. سفر التكوين الفصل 21 من 9 إلى 21. أما الذي في القصة الهاجادية اليهودية نقرأ تحت عنوان طرد إسماعيل. تسرد القصة أساطير عنصرية عن إسماعيل أنه كان يتنازع حق الذكورية مع إسحاق لأنه الابن الأكبر، ويقول أنه يحق له ضعف نصيب إسحاق، وأن إسحاق يأخذ نصف ما يأخذ هو، وأنه كان تعود منذ صغره على رمي سهامه من قوسه على إسحاق والتنكيت والسخرية منه. لذلك أصرت سارة على أن يجعل إبراهيم كل ما يملك ملكا لإسحاق بعد موته لكي لا يحدث حينئذ مشاكل، وأمرت بطرد هاجر وإسماعيل كما في قصة التوراة إلى آخره، مع تفاصيل عنصرية ضد شخصية إسماعيل الأسطورية أبي القبائل الإسماعيلية المتوزعة في سيناء وفلسطين والشام وجزيرة العرب. ملاحظة من عندي، هذه الميول إلى تعظيم الذات والعنصرية وتفضيل القبيلة على غيرها هي سمة عامة ليست محصورة في النصوص اليهودية القديمة، بل في كل النصوص الموجودة من العصر القديم، وحتى في الأحاديث والقرآن نجد تفضيلا للعرب على من سواهم وتحقيرا لليهود، فالمسألة ليست محصورة باليهود. نهاية الملاحظة. في تلك اللحظة كان إسماعيل مؤمنا حقا لأنه صلى إلى الله بالكلمات التاليات: يا رب العالمين، إن كانت تلك مشيئتك أن أهلك إذن فدعني أمت بطريقة أخرى ليس بالعطش، لأن آلام العطش أعظم من كل الآلام الأخر. نهاية الاقتباس. هاجر بدلا من الصلاة إلى الله وجهت تضرعاتها إلى أصنام حداثتها. قبلت صلوات إسماعيل من الرب وأمر ينبوع مريبة أن ينبجس. هذا النبع خلق في غزق اليوم السادس من الخلق. حتى بعد هذه المعجزة لم يصر إيمان هاجر أقوى مما قد كان. ملأت القنينة بالماء لأنها خشيت أنه قد يذهب ثانية ولا يكون هناك آخر قريبا. عقب ذلك سافرت إلى مصر مع ابنها، إذ اقتباس: ارمي العصا في الهواء وستعود إلى جذرها. نهاية الاقتباس. جاءت هاجر من مصر وإلى مصر عادت،
لاختيار زوج لابنها. مدراش التكوين الرابع 53 والآخر. نلاحظ تفصيلة أسطورية تزعم أن تلك البئرة هي نفسها بئر ماريبا التي نبعت بمعجزة عصا موسى من صخرة، سفر الخروج 17، ومذكورة في القرآن البقرة الآية 60 وغيرها. والآن نأتي إلى أحاديث محمد مؤسس الإسلام، فقد روى البخاري في كتاب المساقات باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، الحديث 2239. حدثنا عبد الله بن محمد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير يزيد أحدهما على الآخر، عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء، لكانت عينا معينا وأقبل جرهم. فقالوا أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لحق لكم في الماء؟ قالوا نعم. وروي في كتاب أحاديث الأنبياء باب يزفون النشران في المشي، الحديث 3362. حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله، حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا، الحديث 3364. وحدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب ابن أبي وداعة يزيد أحدهما على الآخر، عن سعيد بن جبير قال ابن عباس أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون، وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى إذا جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صهن تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو كانت تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء، لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها، قال لها الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن إلهه لا يضيع أهله،
وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لا عهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قالوا أم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم، ولكن لحق لكم في الماء؟ قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم. ملاحظة من عندي، هذا يدل على أن إسماعيل لم يكن يتكلم العربية، وبالتالي هو ليس عربيا، وبالتالي فإن محمد نبي الإسلام له أصل آرامي أو عبري مشترك مع العبريين واليهود حسب هذا النسب وحسب هذا الحديث. نهاية الملاحظة. وأنفسهم وأعجبهم حين شبه، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه، قال فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام، وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا، فأخبرته أن في جهل وشدة، قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك، قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك، فطلقها. ملاحظة من عندي، يعني هذا يدل على خباثة شخصية إبراهيم، يعني لم يكفي أنه طرد ابنه والآن فرق بينه وبين زوجه. نهاية الملاحظة. وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعده فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، قالت خرج يبتغي لنا، قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، قالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله، فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم، قال فما شرابكم؟ قالت الماء، قال اللهم بارك في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه، قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه. قال فإذا زوجك فقرأي عليه السلام ومره يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير، قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك، قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمر ربك، قال وتعينني؟ قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، قال فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعلا يبنيانه حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك السميع العليم.
الحديث 3365. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة. ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ إلى آخر الحديث، لن أقرأه لأنه تكرار لنفس الحديث السابق ولكن بعبارات مختلفة قليلا. ويضيف المؤلف: ومن العجب أن ابن كثير في كتاب قصص الأنبياء يتشكك أن الخبر من إسرائيليات ابن عباس رغم رفعه لمحمد كقائل له ورغم أنه من صحيح البخاري. عنوان: الهاجادة مصدر لأساطير. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وفديناه بذبح عظيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت: وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. جاء في القرآن: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. إن هذه الصيغة يعني المضحكة. الصافات، الآية 99 إلى 113. والآية: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ملاحظة من عندي: لا توجد أي مخطوطة ولا أي نص قديم يشير إلى استعمال كلمة مسلم، وهذا اختراع محمدي بامتياز. نهاية الملاحظة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. البقرة 127 إلى 131. والآية: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. مريم الآية 54. وروى البخاري من حديث 3364. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. ملاحظة أن لن أقرأ هذا الحديث لأنه إعادة وقد قرأناه قبل قليل. ويضيف المؤلف: والخبر عن زمزم وهاجر عند الشيعة في الكافي للكليني، باب حج إبراهيم وإسماعيل وبنائهما البيت ومن ولى البيت بعدهما وما لفظه: أقبلت راجعة إلى ابنها فإذا عقبه يفحص في ماء فجمعته فساخة ولو تركته لساحة. وفي رواية أخرى: فرجعت من المروة إلى الصبي وقد نبع الماء فأقبلت تجمع التراب حوله مخافة أن يسيح الماء ولو تركته لكان سيحا. وفي قصص الأنبياء للراوندي حديث 107، وفي علل الشرائع وعنه ينقل بحار الأنوار الجزء 12 الصفحة 43 الحديث 19. ومن حديث البخاري 3365.
قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي، فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له، فقال يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتا، قال أطع ربك، قال إنه قد أمرني أن تعينني عليه، قال إذن أفعل أو كما قال. قال فقاما فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة، فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ملاحظة من عندي، هذه القصص والتي تنعكس اليوم في طقوس الحج هي بالضبط ما كان يفعله الوثنيون أو المتعددو الآلهة في الشعوب الأخرى، بحيث يصنعون قصة توافق بعض الطقوس التي يقومون بها. نهاية الملاحظة. هذه التفاصيل لا توجد في القصة القانونية التي في سفر التكوين التوراتي 22، بل فيه لا يكون لإسحاق دور ما، فهو مجرد طفل صغير جدا حسب القصة اقتباس. وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم، قال ها أنا ذا، فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. فذكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد، فقال إبراهيم لغلاميه اجلسا أنتما هنا مع الحمار، وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه وأخذ بيده النار والسكين، فذهبا كلاهما معا. وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال يا أبي، فقال ها أنا ذا يا بني، فقال هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهبا كلاهما معا. فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب، ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه، فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم، فقال ها أنا ذا، فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه، فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه، فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يراه، حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال بذاتي أقسمت يقول الرب أني من أجلك أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء والرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه، فقاموا وذهبوا معا إلى بئر سبع وسكن إبراهيم في بئر سبع. التكوين الفصل 22 الآيات 1-19. لعل هذا مما دعا لتأليف القصة الهاجادية المعدلة، أن الأسطورة التوراتية رمز للإيمان الأعمى والشمولي والمتعصب لدرجة عمل أي جريمة دموية بدعوى أنها بأمر الإله والدين المقدس ونصوصه. ولطالما كان نقد قصة كهذه محل إحراج لليهود، وكانت ولا زالت محل نقد شديد من الملحدين كريتشارد دوكنز في برنامج أصل كل الشرور. وقد يرى البعض فيها رمزا لتحول الطقوس القديمة من ذبح بعض الأطفال أو البشر قربانا للآلهة أو الإله
إلى ذبح حيوانات وشبيه بها قصة الفتاة إيفيجينيا التي أراد الأغريق في ملحمة الإلياذة التضحية بهذه الإلهة الغاضبة، وتطوعت لذلك فاستبدلت في آخر لحظة بظبية. انظر تحولات الكائنات للشاعر أوفيديوس، الكتاب 12. كذلك من طقوس البدائيين كما في الغصن الذهبي لجيمس فريزر تتبدى لنا كتحميل للآثام على حيوان يحملها هو ثم ذبحه. القصة القرآنية مأخوذة من القصة في شكلها الهاجادي كما سنرى. في كتاب أساطير اليهود فصل إبراهيم تحت عنوان الشيطان يتهم إبراهيم، Satan accuses Abraham، الشيطان يتهم إبراهيم، نلخص جزءا أولا من القصة ثم نستكمل الترجمة كما جاءت بعد الجزء الملخص. في حفل وليمة مولد إسحاق التي دعا إبراهيم إليها كل الملوك والعظماء، تنكر الشيطان في شكل رجل فقير بائس، فتم صرفه خالي اليدين، وهكذا فعل الشيطان خلعته. وفي يوم قدم فيه بنو الله الملائكة للحضور أمامه، جاء الشيطان بينهم، ولما سأله الرب عن حال البشر قال أنهم إذا احتاجوا شيئا من الرب تقربوا منه، فإذا لبى الرب لهم طلبهم هجروا الرب وعبادتهم. ثم عطف على ذكر إبراهيم واتهمه بأنه هجر الرب حين أعطاه ما يريده. فوسط وليمته العظيمة لم يحرق قربان سلامة واحدا ولا خروفا ولا ماعزا من كل ما ذبحه يوم فطم إسحاق. فأكد الرب للشيطان صلاح إبراهيم، وأنه لو طلب منه تقديم ابنه إسحاق قربانا لفعل ولم يمنعه عنه، كما لو أمره بتقديمة من قطعان مواشيه أو أغنامه. فرد الشيطان على الرب، تحدث إليه الآن كما قد قلت، وسترى إذا ما كان سيأثم ويلقي كلامك جانبا. هذه الفقرة الآنفة اختصرتها عن الأصل الكامل، المترجم مرشد إلى الإلحاد. أراد الله تجربة إسحاق أيضا، فذات مرة انتبه إسماعيل على إسحاق قائلا، كان عمري 30 عاما عندما تحدث الرب إلى أبي ليختتنا ولم أخالف كلمته التي أمر بها أبي. فأجاب إسحاق إسماعيل قائلا، ما الذي تتباهى به أمامي بشأن ذلك؟ بشأن قطعة صغيرة من لحمك والتي قد قطعتها من جسدك والتي أمرك الرب، كما أن الرب حي رب أبي إبراهيم، إذ قال الرب لأبي، خذ ابنك إسحاق وأحضره لي كقربان أمامي، لما كنت امتنعت بل كنت سأوافق بابتهاج. الرحلة إلى جبل المريا. وفكر الرب أن يجرب إبراهيم وإسحاق في هذا الأمر، فقال لإبراهيم، خذ ابنك الآن. إبراهيم، لدي ابنان ولا أعلم أيهما تأمرني بأخذه. الرب، ابنك وحيدك. إبراهيم، إن أحدهما هو الابن الوحيد لأمه والآخر هو الابن الوحيد لأمه. الرب، الذي تحبه. إبراهيم، إنني أحب هذا وأحب ذاك. الرب، تحديدا إسحاق. إبراهيم، وأين علي الذهاب؟ الرب، إلى الأرض التي سأريها لك، وقدم إسحاق هناك لقربان محرقة. وقال إبراهيم لنفسه، كيف سأنزع ابني إسحاق من سارة أمه؟ وجاء إلى الخيمة وقعد قبال سارة زوجته وتحدث بهذا الكلام إليها، إن ابني إسحاق قد كبر وهو لم يتعلم حتى الآن عبادة الرب. الآن غدا سأذهب وأحضره لسام وابنه عابر، وهناك سوف يتعلم طرق الرب، لأنهما سوف يعلمانه معرفة الرب وكيف يصلي للرب، عساه يستجيب له، ومعرفة طريقة عبادة الرب إلهه. فقالت سارة، ما قد تحدثت به جيد، اذهب يا سيدي واعمل له كما قد قلت، لكن لا تبعده طويلا عني ولا تتركه يبقى هناك مدة طويلة، لأن روحي مربوطة بروحه. فقال إبراهيم لسارة، بنيتي هلمي نصلي إلى الرب إلهنا أن يفعل الحسن لنا. وأخذت سارة ابنها إسحاق وبقي معها طوال تلك الليلة، وقبلته وعانقته وألقت وصاياها عليه حتى الصبح، وقالت لإبراهيم، آه يا سيدي أرجوك اعتني بابنك
واجعل عينيك عليه، لأني ليس لدي ابن آخر ولا ابنة إلا إياه. آه لا تتجاهله، إن كان جائعا أعطيه الخبز، وإن كان عفشانا فأعطيه ماء للشرب. لا تدعه يمشي على القدمين، ولا يجلس في الشمس، ولا يمضي وحده في الطريق، ولا تحل بينه وبين أي ما يشتهي، بل افعله له كما يقول لك. بعد قضاء كل الليل في البكاء لأجل إسحاق، صحت في الصباح وتخيرت ثوبا جميلا رائعا جدا من الثياب التي كان قد أعطاها أبي مالك لها، وألبسته إسحاق، ووضعت عمامة على رأسه، وثبتت حجرا نفيسا على قمة العمامة، وأعطتهم مؤونة للطريق، وذهبت سارة خارجا معهم وصحبتهم في الطريق لتودعهم، وتراهم هم يخرجون، وقالوا لها ارجعي إلى الخيمة. وعندما سمعت سارة كلام ابنها إسحاق بكت بمرارة، وبكى إبراهيم معها، وبكى ابنهما أيضا معهما بكاء عظيما أيضا، هو الذي بكاه خدمهما الذين ذهبوا معهم. وأمسكت سارة إسحاق بقوة، وأحاطته بذراعيها وعانقته، واستمرت بالبكاء معه، وقالت من يدري إن كنت سأراك بعد هذا اليوم أبدا. غادر إبراهيم وإسحاق وسط بكاء عظيم. بينما عادت سارة والخدم إلى الخيمة، أخذ إبراهيم 2 من رجاله الشباب معه، إسماعيل وألي عازر. يضيف المترجم ملاحظة انظر تكوين 15 نهاية الملاحظة. وبينما كانوا يمشون في الطريق، تحدث الرجلان الشابان بهذا الكلام لبعضهما البعض. قال إسماعيل لأبي عازر، الآن يذهب أبي مع إسحاق ليحضره كقربان محرقة للرب، وعندما يعود سوف يعطيني كل ما يملك لأرثه من بعده لأني بكره. فأجاب أبي عازر، بالتأكيد قد طردك إبراهيم مع أمك، وأقسم أنك لن ترث أي شيء من كل ما يملك، ولمن سوف يعطي كل ما لديه كل أشيائه الثمينة إلا لخدامه الذي كان مؤمنا في منزله، لي أنا الذي خدمته ليلا ونهارا وفعلت كل ما قد طلبه مني. فأجاب الروح القدس، لا هذا ولا ذاك، سوف يرث إبراهيم. وبينما كان إبراهيم وإسحاق يمضيان في الطريق، أتى الشيطان وظهر لإبراهيم في شكل رجل عجوز هرم جدا متضع ومنسحق الروح، وقال له، هل أنت أبله أم غبي بحيث أنك ماض لتفعل هذا الشيء لابنك الوحيد؟ قد أعطاك الرب ابنك في أيامك الأخيرة في شيخوختك، وستذهب لتذبحه الذي لم يرتكب أي عنف، وتجعل روح ابنك الوحيد تغادر الأرض؟ ألا تعرف وتفهم أن هذا الشيء لا يمكن أن يكون من قبل الرب؟ لأن الرب ما كان ليفعل للإنسان شرا كهذا بحيث يأمره اذهب واذبح ابنك. مستمعا لهذا الكلام، أدرك إبراهيم أنه الشيطان الذي حاول أن يضله عن سبيل الرب، فانتهره إلى أن مضى. ملاحظة من عندي، يبدو من هنا وكأن صوت الشيطان هو صوت إنسان عاقل وحكيم بدلا من هذا الإله الغبي، نهاية الملاحظة. وعاد الشيطان وذهب إلى إسحاق، وظهر له في شكل رجل شاب وسيم وذي حظوة، قائلا له، أتعلم أن أباك الأبله العجوز يحضرك لذبحك هذا اليوم للعدم؟ الآن يا بني لا تستمع له، لأنه رجل عجوز أبله، ولا تدع روحه المرائية وشكله الحسن يجعلانك تفقد من الأرض. فأخبر إسحاق هذا الكلام لأبيه، لكن إبراهيم قال له، انتبه إليه ولا تستمع لكلامه، لأن الشيطان يحاول أن يضلنا عن أوامر الرب. ووبخ إبراهيم الشيطان مرة أخرى، ورحل الشيطان عنهما رائيا أنه لم يقدر أن يتغلب عليهما. حول نفسه إلى غدير ماء واسع في الطريق، وعندما وصل إبراهيم وإسحاق إلى ذلك المكان، رأوا غدير ماء واسعا وقويا كمياه جبارة، ودخلوا الغدير حتى وصل الماء إلى رقابهم، وارتعبوا كلهم بسبب الماء. لكن إبراهيم عرف المكان، وعرف أنه ما كان هناك ماء من قبل، وقال لابنه، إني أعرف هذا المكان،
الذي ما كان به لا غدير ولا ماء. الآن بالتأكيد إنه الشيطان هو الذي فعل كل هذا بنا ليحيدنا هذا اليوم عن أوامر الرب. انتهر إبراهيم الشيطان قائلا له: لينتهرك الرب أيها الشيطان، انصرف عنا لأننا نمضي بأمر الرب. وارتعب الشيطان من صوت إبراهيم ورحل عنهم، وأصبح المكان جافا مرة أخرى كما كان في الأول. ومضى إبراهيم مع إسحاق إلى المكان الذي أخبره به الرب. ظهر الشيطان لسارة في شكل رجل عجوز وقال لها: أين ذهب زوجك؟ فقالت له: إلى عمله. فسأل أكثر: وأين ذهب ابنك إسحاق؟ فأجابت: ذهب مع أبيه إلى مكان لدراسة الشريعة. فقال الشيطان: آه، أنت امرأة بائسة عجوز، ستصير أسنانك على حوافها. متزعزعة، يضيف المترجم هذه الكلمة، لأجل ابنك، لأنك لا تعلمين أن إبراهيم قد أخذ ابنه معه في الطريق ليضحي به. في هذه الساعة ارتعشت خاصرة سارة وارتجفت كل أطرافها، لم تعد بعد من هذا العالم. ومع ذلك فقد أنهضت نفسها وقالت: كل ما قاله الرب لإبراهيم عساه يفعله للحياة والسلام. في اليوم الثالث من رحلته رفع إبراهيم عينيه ورأى المكان من مسافة الذي أخبره به الرب. لقد لاحظ على الجبل عمود نار يصل من الأرض إلى السماء وسحابة ثقيلة يرى فيها مجد الرب. فقال إبراهيم لإسحاق: بني، أترى على ذلك الجبل ما نلاحظه من مسافة الذي قد رأيته فوقه؟ فأجاب إسحاق وقال: أرى وأبصر عمود نار وسحابة ومجد الرب يرى فوق السحابة. علم إبراهيم حينئذ أن إسحاق قد قبل أمام الرب كقربان. سأل إسماعيل وأليعازر: هل تريان أيضا ذلك الذي نراه فوق الجبل؟ فأجابا: نحن لا نرى شيئا أكثر من مثل الجبال الأخر. وعلم إبراهيم أنهما لم يقبلا أمام الرب ليمضيا معهما. فقال إبراهيم لهما: انتظرنا هنا مع الحمار، أنتما مثل الحمار، كما هو قليل ما يراه كذلك أنتما مثله. أنا وإسحاق ابني سنذهب إلى جبل بعيد ونصلي هناك أمام الرب، وهذه العشية سنعود لكما. ملاحظة من عندي: هذا يذكرنا بتحقير الإنسان في القرآن واستخدام تعابير مثلهم كمثل الحمار وغير ذلك. نهاية الملاحظة: نبوءة غير واعية جاءت إلى إبراهيم لأنه تنبأ أنه هو وإسحاق سيعودان كلاهما من الجبل. بقي أليعازر وإسماعيل في ذلك المكان كما قد أمر إبراهيم بينما مضى هو وإسحاق قدما الفداء. وبينما كانا يمضيان تحدث إسحاق إلى أبيه: انظر، ها هي النار والحطب، لكن أين إذن الحمل لقربان محرقة أمام الرب؟ فأجاب إبراهيم إسحاق: لقد اختارك الرب يا بني لقربان محرقة مثالي بدلا من الحمل. فقال إسحاق لأبيه: سأفعل كل ما قاله لك الرب بسعادة وابتهاج قلب. فقال إبراهيم مجددا لابنه إسحاق: أهناك بقلبك أي فكر أو قصد بشأن ذلك لا يتوافق؟ أخبرني يا بني أرجوك، يا بني لا تخفي هذا عني. فأجاب إسحاق: كما أن الرب حي وكما أن روحك تحيا، ليس هناك من شيء في قلبي ليجعلني أنحرف سواء يمينا أو شمالا عن الكلمة التي قد قالها لك. لا طرف ولا عضلة قد تحركت أو اهتزت مني بسبب هذا، وليس هناك بقلبي أي فكر أو قصد شرير بشأن هذا، بل إني سعيد ومبتهج القلب بهذا الأمر، وأقول مبارك الرب الذي قد اختارني هذا اليوم لأكون قربان محرقة أمامه. ابتهج إبراهيم ابتهاجا عظيما لكلام إسحاق ومضيا ووصلا معا إلى ذلك المكان الذي أمر الرب به. وشرع إبراهيم يبني المذبح في المكان، وبنى إبراهيم بينما كان إسحاق يناوله الحجارة والملاط حتى انتهيا من تشييد المذبح. وأخذ إبراهيم الحطب ورتبه على المذبح، وقيد إسحاق لوضعه على الحطب الذي على المذبح ليذبحه لقربان محرقة أمام الرب. عندئذ قال إسحاق: أبي أسرع، شمر ذراعك وقيد يدي وقدمي بأحكام،
لأني رجل شاب 37 عاما وأنت رجل عجوز. عندما أرى سكين الذبح في يدك ربما أبدأ في الارتجاف من المشهد وأقاوم ضدك لأن رغبة الحياة قوية. كذلك قد أسبب جرحا وأجعل بذا نفسي غير صالح ليضحى بي. أناشدك لذا يا أبي أسرع أنجز إرادة الخالق، لا تتوانى، شمر ثوبك، شد زنارك وبعد ذلك تذبحني. أحرق جثتي حتى تصير رمادا ناعما، ثم اجمع الرماد وأحضره إلى سارة أمي وضعه أمامها في صندوق في غرفتها، ففي كل الساعات كلما دخلت غرفتها سوف تتذكر ابنها إسحاق وتبكي عليه. مجددا قال إسحاق: بمجرد أن تذبحني وتغادرني وتعود لسارة أمي وتسألك أين ابني إسحاق، بما ستجيبها وماذا ستفعلان في شيخوختكما؟ فأجاب إبراهيم: هو الذي كان عزاء لنا قبل أن تولد، سيعزينا الآن ومستقبلا. ملاحظة من عندي، هذه النصوص واضحة من أنها من وضع مسيحي متأخر. نهاية الملاحظة. بعد أن أعد الحطب وقيد إسحاق على المذبح، شدد إبراهيم ذراعيه مشمرا ثوبه واتكأ بركبتيه على إسحاق بكل قوته، والرب جالسا على عرشه عاليا ومجيزا شاهد كيف كان قلب الرجلين متماثلين، وانحدرت الدموع من عيني إبراهيم على إسحاق ومن إسحاق على الحطب بحيث غمر بالدموع. عندما مد إبراهيم يده إلى الأمام وأخذ السكين ليذبح ابنه، تحدث الرب إلى الملائكة: هل ترون كيف يعلن إبراهيم خليلي وحدة اسمي في العالم؟ هل أصغيت لكم وقت خلق العالم حين قلتم ما هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده؟ ملاحظة المترجم: المزمور 8:4. نهاية الملاحظة. من كان سيعلن هناك وحدة اسمي في العالم؟ حينئذ صاح الملائكة بصوت عال وهتفوا: الطرق تمتد قاحلة، انقطعت السبل بعابر السبيل، أين مكافأة إبراهيم الذي أخذ عابري السبيل إلى بيته وأعطاهم الطعام والشراب وذهب معهم ليوصلهم إلى الطريق؟ لقد نقض العهد أينما تكلمت به إليه قائلا لأنه بإسحاق يدعى لك نسل، سفر التكوين 21:12، وقائلا عهدي سأقيمه مع إسحاق، سفر التكوين 17:21. لأن سكين الذبح موضوعة على حلقه، سقطت دموع الملائكة على السكين لذا لم تستطع قطع حلق إسحاق إلى آخره. فقرة مليئة بالأساطير. تحدث الرب إلى الملاك الرئيس ميخائيل وقال: لماذا تقف هنا؟ لا تدعه يذبحه. بلا تأخر صاح ميخائيل بصوته: إبراهيم، إبراهيم، لا تضع يدك على الصبي ولا تفعل أي شيء به. فأجاب إبراهيم وقال: لقد أمرني الرب أن أذبح إسحاق وأنت تأمرني بأن لا أذبحه. كلام المعلم وكلام التابع، لأيهما يصغي المرء؟ ثم سمعه إبراهيم: بذاتي أقسمت يقول الرب أني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء والرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. سفر التكوين 22:16-17. فك إبراهيم قيود إسحاق ووقف إسحاق على قدميه وبارك الرب إلى آخره. فقرة مليئة بالأساطير. تحدث إبراهيم إلى الرب: هل سأمضي من هنا دون أن أقدم أضحية؟ فأجابه الرب وقال: ارفع عينيك وانظر ورائك وستراها. فرأى وراءه كفشا مربوطا بأجمة الذي خلقه الرب في مغرب الليلة السابقة على السبت في أسبوع الخلق، وأعده من وقتها كقربان محرقة تقدم بدلا من إسحاق. وكان الكفش يجري اتجاه إبراهيم عندما قام الشيطان بإمساكه وشبك قرنيه في الأجمة كي لا يتقدم إلى إبراهيم. رائيا لك حرره إبراهيم من الأجمة. ملاحظة من عندي، العبارة هي مربكة هنا،
رأيا لك هذه، يعني أنا قرأتها كما هي لم أغير. نهاية الملاحظة: وأحضره كقربان مكان ابنه إسحاق، ورشد ملكفشي على المذبح وهتف قائدا: هذا بدلا من ابني إسحاق، عساه يعتبر كدم ابني أمام الرب. وتقبل الرب تضحية الكفش واعتبرت كما لو كانت إسحاق، كما قد كان خلق الكفش فائقا للعادة، كذلك كان استخدام كل أجزاء جثته، لا شيء ذهب دون فائدة. فرماد الأجزاء التي أحرقت فوق المذبح يوم الفداء شكلت أساس المذبح الداخلي للهيكل الذي عليه كانت تحضر أضحية الكفارة مرة كل عام. في يوم الكفارة من عروقه صنع داود 10 أوتار لعوده الذي عزف عليه، من جلده صنع أريشع حزاما، أما قرنه فجعلا بوقين، أحدهما نفخ فيه عند انتهاء الوحي فوق جبل سيناء، والآخر سوف يستخدم لإعلان انتهاء الشتات عندما يضرب ببوق عظيم، فيأتي التائهون في أرض آشور والمنفيون في أرض مصر ويسجدون للرب في الجبل المقدس في أورشليم. أشعياء 27:13. ملاحظة من عندي: هذا يذكرني بالخرافة التي يصدقها المسلمون، وهو أن ملاكا سوف ينقر في الناقور وتقوم القيامة. نأتي بعد ذلك على نص به نقاش لاهوتي مزعوم بين الله وإبراهيم، وهو نص يحاول الرد على الطعون بصدد علم الله المسبق. فيسأل إبراهيم الله: الإنسان لا يعرف دخيلة جاره لذا يجربه، أما أنت فتعرف كل شيء قبل حدوثه، فلما جربتني وابتليتني؟ فيجيبه الله: لقد كانت رغبتي أن أعرف كل العالم أنه لأجل سبب جيد قد اخترتك من بين كل الأمم، إلى آخره. فقرة أسطورية إسرائيلية تتحدث عن أمور معهودة عن الأرض الموعودة وتشجيع الاحتلال، وأنه في عصور معاصي بني إسرائيل سيذكر الله فضيلة إسحاق فتشفع للشعب كي لا يبيده، ثم يريه الله أحداث إسرائيل في المستقبل وهدم معبد سليمان واحتلال البابليين لفلسطين، إلى آخره. هذه الفقرة ذات النقاش اللاهوتي تم اختصارها. المترجم: إن المكان الذي أنشأ به إبراهيم المذبح كان هو نفسه الذي أحضر إليه أول قرابينه، وعليه قدم قايين وهابيل قربانيهما، وهو نفسه الذي شيد عليه نوح مذبحا بعد خروجه من السفينة، وإبراهيم الذي علم أنه المكان المحدد للهيكل سماه يرأة. تكوين 22:14 وتكوين 22:2. وأخنوخ الثاني 3:1. ملاحظة المترجم انتهت. لكن سام قد أعطاه الاسم سالم، أي موضع السلام، ولم يعطي الرب الأفضلية لأي منهما، فوحد الاسمين ودعا المدينة أورشليم. ملاحظة من عندي: اسم أورشليم لا علاقة له بمدينة السلام، هو مجرد تشابه بين كلمة شالوم العبرية وشالم سالم، وهذا كان إلها يعبده إله المنطقة، وبالتالي تم تحريف المعنى عبر الأجيال، وإنما المعنى الأصلي هو مختلف كليا. نهاية الملاحظة. موت ودفن سارة: بينما كان إبراهيم مشغولا بالأضحية جاء الشيطان إلى سارة وظهر لها في شكل رجل عجوز متضع وخنوع، وقال لها: ألا تعلمين كل ما قام به إبراهيم لابنك الوحيد هذا اليوم؟ لقد أخذ إسحاق وبنى مذبحا وذبحه عليه قربان. بكى وانتحب إسحاق أمام أبيه، لكنه لم ينظر إليه ولا كان له شفقة عليه. بعد قول هذا الكلام لسارة رحل الشيطان عنها، وظنت أنه رجل عجوز من بين أبناء البشر الذين كانوا مع ابنها. رفعت سارة صوتها وبكت بمرارة: آه يا ابني إسحاق، ابني، يا ليتني مت هذا اليوم بدلا منك، نفسي محزونة لأجلك، بعدما ربيتك وكبرتك تحولت بهجتي إلى نواح عليك، في توقي لطفل بكيت وصليت حتى ولدتك في 90، لكنك كنت لأجل هذا اليوم
للسكين وللنار، لكني أعزي نفسي أنها كلمة الرب، وقد فعلت ما أمرك به ربك، لأن من يقدر أن يعصي كلام ربنا الذي في يديه أرواح كل مخلوق حي؟ أنت عادل يا رب إلهنا، لأن كل أعمالك صالحة ومستقيمة، لأني أيضا أسعد بكلامك الذي قد أمرت به، وبينما تبكي عناي بمرار يسعد قلبي. وضعت سارة رأسها في حضن أحد خادماتها وصارت صامتة كحجر، ثم نهضت فيما بعدها وذهبت للاستعذام عن ابنها حتى وصلت إلى حبرون، ولم يتمكن أحد من إخبارها ما حدث لابنها. ذهب خدمها لافتقاده في بيت سام وعابر، ولم يتمكنوا من العثور عليه، وبحثوا عنه خارج الأرض ولم يكن هناك. وجاء الشيطان إلى سارة في شكل رجل عجوز وقال لها: لقد تحدثت إليك باطلا، لأن إبراهيم ما قتل ابنه وهو لم يمت. وعندما سمعت هذا الكلام كانت سعادتها مفرطة للغاية، لدرجة أن روحها غادرت من السعادة. عندما عاد إبراهيم مع إسحاق إلى بئر سبع بحثا عن سارة ولم يقدرا أن يجداها، وعندما استعلما عنها أخبرا أنها قد ذهبت إلى حبرون للبحث عنهما، وذهبا لها إلى حبرون فوجدوها قد ماتت إلى آخره. فقرة أسطورية عن دفن سارة وحضور الملوك لجنازتها وأساطير عن موضع دفنها. لقد كان لدى إبراهيم سبب عظيم لينوح على فقدها، لأنها حتى في شيخوختها احتفظت بجمال شبابها وبراءة طفولتها. يضيف المؤلف اقتباسات الإسلام من هذه القصة الهاجرية. 1- أن إسحاق أو إسماعيل كما في القرآن قد تم عرض التضحية عليه ووافق بمحض إرادته، وكما قلنا هي مجرد صيغة هاجرية متأخرة تحاول مواجهة الطعون الوثنية والأبيقورية والإلحادية على القصة. ويبدو لنا من الهاجادة ومن التلمود ونقاشاته مدى الهجوم القوي الذي تعرضت له اليهودية فكريا. 2- بناء إبراهيم للمذبح الذي سيذبح عليه ابنه بمساعدة ابنه، مصدر قصة مساعدة إسماعيل لإبراهيم في رفع قواعد البيت أي الكعبة ومناولته الحجارة له. 3- وجود قداسة سابقة لمكان المذبح، فكرة تظهر في النصوص الإسلامية وهي مأخوذة من الأسطورة الهاجارية التي لها بعض السند من أساطير التوراة، لأن نفس الجبل مريا بنى عليه سليمان الملك المعبد. تكوين 22 الآية 14، تكوين 22 الآية 2، أخنوخ الثاني الفصل الثالث الآية الأولى. بالمثل قال الإسلام بوجود البيت قبل إبراهيم، وأنه إنما قام برفع قواعده. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. البقرة 127. وروى البخاري من حديث 3364، فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله إلى آخره. 4- صبر سارة في القصة الهاجرية يذكرنا إلى حد ما بصبر هاجر في أحاديث محمد لما تركها إبراهيم في الصحراء. روى البخاري من حديث 3364، حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير ابن كثير ابن المطلب ابن أبي الوداعة، يزيد أحدهما على الآخر، عن سعيد بن جبير قال: ابن عباس أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل، إلى آخر الحديث الذي لن أقرأه لأننا قرأناه أعلاه. ولمعلومات إضافية عن القصة ومصدرها نترجم ما جاء في الموسوعة اليهودية مادة إسحاق آيزك في الأدب الروبيني: تضحية إسحاق Sacrifice of Isaac، مادة خصيبة في الهاجادة هي الشروع في التضحية بإسحاق وتعرف بالفداء أكدا. وحسب يوسي بن زمرة فقد كان من اقترح فكرة ابتداء إبراهيم هو الشيطان،
الذي قال: يا رب الكون، هذا هو رجل قد باركته بابن في عمر 100 عام، ورغم ذلك في كل ولائمه لم يقدم لك حمامة أو يمامة واحدة قربانا. السنهدرين 87 باء، التكوين ربى 4. يضيف المؤلف: وجدنا بيت شعر لزهير بن أبي سلمى يدل على أن عرب ما قبل الإسلام لم يكن لديهم أي علاقة بإبراهيم ولا الشخصيات الكتابية ولا بناء إبراهيم المزعوم في الإسلام للكعبة. في معلقته قال: فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم. حسب رأي يوسي بن زمرة فقد حدث الفداء بعد فطم إسحاق مباشرة، وهذا لا يعدو كونه التزاما بالقصة الأصل التي في التوراة، ملاحظة المترجم انتهت. إلا أن هذا الرأي رغم ذلك ليس رأيا عاما، طبقا للربيين فقد كان الفداء ليس فقط متزامنا مع موت سارة زوج إبراهيم، بل قد كان سببا فيه حزنا عندما أعلمها الشيطان بنية إبراهيم، بينما كان هو وابنه إسحاق في الطريق إلى جبل مريا. لذا فيجب أن يكون عمر إسحاق حينئذ 37 عاما. ثم يضيف المؤلف بعض المصادر باللغة الإنجليزية: وهو لم يوافق فحسب على التضحية، بل هو نفسه من اقترحها في سياق نقاش حدث بينه وبين إسماعيل بصدد أفضلية كل منهما، فاحتج إسماعيل في قوله بتفوقه على إسحاق لأجل أنه عرض نفسه للألم ليختن في عمر كان يمكنه فيه الاعتراض، بينما جرى الختان لإسحاق في اليوم 8 بعد ميلاده. فأجاب إسحاق: أنت تغتر بنفسك لأنك أعطيت للرب 3 قطرات من دمك، إني الآن عمري 37 عاما وسأقدم حياتي بابتهاج لو أراد الرب. ويضيف المؤلف بعض المصادر باللغة الإنجليزية: خاطب الشيطان إسحاق وهو في طريقه إلى جبل مريا بالكلام التالي: أيها الإبن التعيس للأم التعيس، كم من أيام قضتها أمك في الصيام والصلاة لأجل مولدك، الآن أبوك الذي فقد عقله يمضي لقتلك. حسب إحدى الهاجادوت فحاول إسحاق إيقاظ شفقة أبيه، التكوين ربى رقم 4. وطبقا لهاجادة أخرى وبخ إسحاق الشيطان وقال له أنه لا يريد معارضة إرادة خالقه وأمر أبيه. يضيف المؤلف أحد المصادر الإنجليزية: عندما كان إبراهيم يبني المذبحة أخفى إسحاق نفسه خشية أن يرميه الشيطان بحجارة ويجعله غير صالح للتضحية، نفس الخشية جعلته يسأل أباه أن يقيده إلى المذبح، قال: لأني صغير وقد أرتجف عند رؤية السكين. ويضيف المؤلف أحد المصادر باللغة الإنجليزية: كان الكبش معدا منذ أول الخلق. ويضيف المؤلف أحد المصادر باللغة الإنجليزية: تنتهي هذه الحلقة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نرجو منكم دعم القناة عبر الروابط ومشاركة الفيديوهات. إلى اللقاء.